صباح واهلا وسهلا على القناه. اليوم بدنا نتحدث عن الاعلانات اللي عملتها شركه بوكو. نزلت ثلاث شغلات. اول شيء نزلت الاف 4 جي تي، هذا التليفون الجديد تبعهم تبع الالعاب. كمان نزلت ساعه جديده مسمينها البوكو الساعه والبوكو واتش. اخر شيء كمان نزلوا الجنشن امباكت البادز برو، هذول السماعات الوايرلس تاعيتهم معمولين خصوصيا باللعبه الجنشن امباكت اذا انتم معجبين فيها لهاللعبه. كل هالشغلات شغلات حلوه، عندنا مميزات حلوه. السناب دراجون 8 جن 1 عندنا بطاريه عليها للساعه بتضاين 14 يوم وتقريبا 28 ساعة عليهم للسماعات، وعنا عدة شغلات حلوة من لعبة جنشن امباكت. يلا شكرا جزيلا على كل الناس من الاشتراك. خلينا نبلش نتحدث على التليفون الجديد F4 GT، البوكو واتش والبادز برو من شركة بوكو. اعملوا لايك وسجلوا على القناة حتى دايما دايما تعرفوا لما ننزلكم فيديوهات جديدة. قدامنا العلبة اللي اجتنا هون، عنا لعبة البوكو F4 GT، التليفون جديد من شركة بوكو، السناب دراجون 8 جن 1، عنا 8 جيجا بايت يما 12 جيجا بايت رام و 128 ل 256 ذاكرة، وعنا كمان بطارية سريعة نقدر نشارجها بال 120 واط اللي بيجي بقلب العلبة. وغير هيك الشاشة الموجودة عنا كمان 120 هرتز عليها. الساعة الموجودة عنا هون كتير كتير منيحة، الشاشة كتير حلوة كبيرة، فينا نستعملها تقريبا 14 نهار إذا عم نستعملهم هيك الرجلاج منيح، ونقدر نضينا كتير. وعنا عدة نظامات تاعت التمرين لنقدر نتأكد عليهم مثل ما عم تشوفوا، مثل الرينج النص المدور اللي عنا يون هونيك. اخر شيء عندنا هون البوكو بادز برو من عندهم الجنشن امباكت، هدول سماعات وايرلس جديده اجت من شركه بوكو، حتى بيجي معهم غطا هيك حلو شكلها مثل هذه شنطه المدرسه معموله من لعبه الجنشن امباكت، وعندنا كمان الصوره موجوده عليها ورا النظام تبع كيلي بقلبها الشخصيه بقلبها لهاللعبه. كتير حلوه وكتير مهضومه وشغله كتير مهمه انه هيدي سبيشال اديشن منهم للبادز برو من شركه بوكو. لانه نفتح العلبه بنشوف شو بيجي بقلب هون. مثل ما شفنا هون التليفون هذا البوكو F4 GT، التليفون مثل ما بيجيكم فيه بطاريه 4700 ملي امبير، في عندنا سناب دراجون 8 جن 1. بقلب العلبه بيجينا الادابتر تبعها باليو اس بي سي لليو اس 3.5 ملم هيدفون جاك، خليني احط لكم اياه هون بالزوم. هيدي بتخلينا نقدر نسمع السماعات العاديه عليه للتليفون لانه ما عندنا احنا الهيدفون جاك فيه للتليفون. الشريط الكهرباء تبعه عن اليو اس بي سي لليو اس بي، اليو اس بي سي لليو اس بي اي. بس الشغله الحلوه فيه بيجي هذا على الموديل 90 ديجري انجل، بفوت عليه للتليفون من جنب، بدل ما نحن ماسكين التليفون عم نشرجه ما بيقدر ما بيفوت الشريط دغري باصبعنا، بيجي دغري بيوقف بايدنا بينزل لتحت. كتير كتير منيح، ونقدر نستعمله مع الشارجر اللي بيجي بقلب العلبه، هذا 120 واط بيشارج البطاريه اللي هون ال 4700 ملي امبير بتقريبا 25 دقيقه من الصفر لل 100%. ومثل ما شفنا هون عندنا كمان غطاء زياده بيجينا بقلب العلبه. هلا عشان قصة الساعة، هيدي البوكو واتش، البوكو واتش معمول دغري بتمشي منيح مع الاندرويد والاي او اس. مثل ما عم تشوفوا عندنا معلوماتنا تاعتنا هون اللي لابسها كنت اليوم، وعندنا هون الاوبتيكال سنسر اللي يعمل الهارت ريت مونترنج، بيقدر يعمل لنا تاعت لنا النبضة تاعتنا طول النهار. وفي كمان عندي ثلاث الوان منهم للساعات وثلاث الوان منهم للتليفون. بيجي معنا كمان الشارجر تبعها بقلب العلبة. اخر شيء الغطت علبه الجنشن امباكت، هدول البادز برو الموجودين من شركه بوكو كثير كثير حلوين. اذا لاعبين انتم اللعبه ولا معجبين فيها حتعرفوا هلا شو هذا هو النظام تبع كيلي. بقول لهم قلبهم بيجوا السماعات كثير حلوه، حتى السماعات كلهم معمولين وعندنا كله بيمشي مزبوط. لما بتحطوهم بداناتكم بتقلكم هاي ذس از كيلي، صوتها كثير منيح، ومثل هذا بتعمل جريتنج عليها للسماعات. في عنا الزر تبع الكونكشن اللي نقدر نغير من تليفون لتليفون، فينا نستعملهم اثنين بنفس الوقت، اليو اس بي سي، وفينا نستعمل كمان الوايرلس تشارجنج عليهم لهالبادز. غير هيك بيجينا الاير تيبس والشريط تبعها اليو اس بي سي لليو اس بي اي، خليني اعمل الفوكس. واخر شيء كمان في عنا غطاء خصوصي معمول من شركه بوكو، بس هيدي معموله مع شركه الجنشن امباكت. كتير حلو، معمول مثل الباك باك، بنقدر نحط السماعات بقلبهم، بنسكرها، فينا نركبهم على الجينز تبعنا من هون، يا اما بنستعملهم على البكله كمان موجوده بتجي بقلب العلبه. كتير حلوه وكتير مهضومه وشكلهم كتير منيح، وخاصه ان انتم معجبين بلعبه الجنشن امباكت هيعجبكم هذا كتير. هذا هو التليفون، البطاريه 4700 ملي امبير، نقدر نشارجه بالشريط، بيجي معه له الشارجر 120 تقريبا 25 دقيقه من الصفر لل 100%. الكاميرات الموجوده ورا عندنا ثلاث كاميرات، الكاميرا الاساسيه حتكون 64 ميجا بكسل، تقدر تعطينا 4K 60، عندنا 8 ميجا بكسل الالترا وايد، وعندنا 2 ميجا بكسل للمايكرو لينز، هذا الميكروفون للمايكرو نقدر نقدم كثير قريبين من الصوره. بس ما عندنا وايرلس تشارجنج، وعندنا شويه ال اي ديز موجوده هون كمان لما نلعب العاب ويجينا نوتيفيكيشن. اخر شيء عندنا الدول تون ال اي دي معمول مثل كانه هذا الردع الرعد اللي موجود لورا. لما بنقلبه هون على الشمال بنقدر نشوف في عندنا زرار بنقدر نفتحهم، خليني افرجيكم شو عم نحكي. طلع هون دغري على اليمين والشمال، بوم اند بوم، صار عندنا زرار زياده، هدول كبيسات زياده بنقدر نستعملهم. انا هلا مدورها هون لادور الفلاش، هدول بيساعدونا نقدر نلعب العاب منيح، وحفرجيكم اكثر كمان لما نتحدث فيه للتليفون.
اعمل لهم انا شورت كات. اللوك سكرين تبعي حاطط عليه الجوكو مثل العاده، بنستعمل الفينجر برنت سنسر موجود بقلبه للباور باتن، ومعنا هون هدول الزرار بيكونوا عاده مسكرينهم. اذا بتفتحوهم لما فتحه بس وحده وما عندكم تطبيق ثاني ماشي، بتفوتكم دغري على الجيم توربو لتقدر تشوفوا كل الالعاب موجودين، وفيكم تفتحوها كمان لوحدكم اذا بدكم. ولما ما بدكم اياهم فيكم تسكروهم، والحلاوه فيهم كمان فيكم تركلجوهم يشتغلوا بشغلات برات الالعاب. اذا ما عم تلعبوا لعبه فيكم تعملوا مثل ما فرجيتكم هون، بكبس الزر بكبسه مرتين بتفتح، بكبس مرتين بتسكر. واذا ضليتني كابسه وتضلي عليه بتفتح الكاميرا علي، وهذه شغله كثير حلوه لالي انا. عملها هيك وفيكم تغيروها، بنقدر نفوت دغري على السيستم. اذا نفوت على السيتنجز تاعيتهم من هون على السيتنجز بنشوف، بننزل لتحت على الادفانسد على السبيشال فيتشرز، وبنشوف هون عندنا اسمهم البوب اب تريجرز. فينا نعمل عليهم صوت لما نفتحهم، فينا كمان نعمل هي الانيميشن تاعيتهم، ومش بس هيك كمان فينا نرجلجهم شو بنقدر نعمل فيهم برات اللعبه برات السيستم تبع اللعبه. اخر شيء كمان في عندنا الالي دي لايت هون اللي بنقدر نظبطه عليه النظام، هذا بيجي بقلب الكاميرا السنتر هون الموجود لفوق، فينا ندورهم نعمل لهم يمشوا على مكالمات. اذا اجينا للنوتيفيكيشن وما شفناها كله حيمشي منيح وبمظبوط. فيكم كمان ترك الجو السكند سبيس الفلوتين ويندو والسايد بار منه موجود لهونيك. السيستم اللي موجود عندنا هون عندنا الـ MIUI 13 على اندرويد 12، هذه شغله كثير منيحه، والسكيورتي باتش ابديت من الفبراير اول فبراير 2022. السيستم النظام اللي عندي انا 12 جيجا بايت رام و256 جيجا بايت، بس في عندهم الموديل الثاني بتقدر تجيبه 12 8 جيجا بايت رام و128 للذاكره، كمان بيمشي كله حلو. غير هيك النظام كله مثل ما شفناه من قبل، البوكو لانشر، في عندنا كمان الجوجل الفيد على الشمال، التطبيقات كلها موجوده بالاب درور، وكمان لما نفتح النوتيفيكيشن بانل بنشوف كل التوجلز الموجودين من قبل. ومش بس هيك، لما نسحب على الشمال بنشوف النوتيفيكيشن، بنسحب على اليمين بتفتح مزبوط بتمشي حلو. كل هيدا متعودينه وشايفينه من قبل على تليفونات بوكو، وهيدا ما حيكون عندنا غير هيك، كله حيمشي مزبوط. هلا خلينا نتحدث عنها هالساعة. ساعة البوكو واتش شكلها كتير منيح، صغيرة وعندها مدة طويلة، بتقضي البطارية تقريبا 14 نهار. لنستعملها فينا نستعملها على تليفونات الاندرويد، ونستعملها على تليفونات التليفونات الاي او اس ولا الابل. بس انا هون عاملها مع التطبيق تبع المي فتنس الموجود هون، بتنزلوا التطبيق وبتوصلوا الساعة عليها حتمشي كتير منيح. فينا نغير سيستماتنا هون، نشوف كل المعلومات تاعت القلب، الاكسجين، الطقس، الورك اوت، فينا نظبط عليها، في عندنا شيء تقريبا 100 ورك اوت، وكل المعلومات ترجع لهون. نسحب من تحت عندنا شويه نوتيفيكيشن التوجلز هون، نقدر نشوف قد ايه كامل البطاريه والكونكشن، ونسحب من فوق بنشوف النوتيفيكيشنز تاعتنا. هذه شغله كثير حلوه، ولهلا كله ماشي منيح، يعني بنقدر نشوفه، فينا نظبطها، فينا نعمل لوجين كمان على الاكونت تبعنا، كله منيح وكل شيء بيمشي مزبوط، عجبتني فيها. سو الطريقه الساعه هذه حتضاين مده طويله، وشرجتها انا امبارح ل 100% وبعد لهلا عم تقولها 100%، يعني مثل ما عم تشوفوا هون الساعه ضلت طول النهار عم بستعملها بعد عم تقول 100%، يعني بتضاين مده طويله وما ما حيكون عندكم اي اشكال. وهيدا بنقدر نشوف التجديدات تاعتنا، فينا نغير كمان الوج، اذا بدنا نعمل نظام ثاني نقدر نقلبه بنجيبه لهون بنختاره بتيجي لهون بتمشي مزبوط. اخر شيء بدنا نتحدث فيه هون اسمهم البادز برو، هدول من جنشن امباكت مثل ما خبرتكم، كلهم منيح شكلهم حلو كتير، الالوان تاعيتهم حلوه لونهم احمر، ولما بتفتحوهم بتحطوهم بدينتكم في صوت بالانجليزي بيقول هاي انا كيلي. الكيلي هي الشخصيه اللي هن عاملين النظام هذا عليه للجنشن امباكت. لنستعملهم مع التليفونات لازم تنزل التطبيق تبعهم، بس مع التليفونات البوكو ما ضروري نعمل هذا، فيكم تفوتوا دغري على على البلوتوث، نكبسها ونفوتها لجوا. خلينا نفوت على السيتنجز مور سيتنجز، نعطيها ثانية لندورها، ومن هون حتعمل كونكشن. لما بنعمل كونكشن حتصير لونها ازرق، ولما بنفوت من هيك بنقدر نشوف عدة شغلات، بنقدر نشوف قد ايه قوة البطاريات الموجودين بقلب السماعات على اليمين والشمال، فينا نشوف قوة البطاريات على السماعات على اليمين والشمال، وقد ايه البطارية بقلب الغطاء. عندنا الاكتف نويز كانسليشن، وبنقدر نجيبها تقريبا 28 ساعة مع بطارية الغطاء بالاكتف نويز كانسليشن مطفية، بس إذا محتاجينها كثير كثير منيحة، تقريبا 35 ديسيبلز بتقدر تنزل الصوت حوالينا. يعني المقارنة مثلا عندي كمبيوتر أنا جنبي أنا قاعد فيه وتسع مراوح، لما بحطهم هالسماعات وبركب النويز كانسليشن على قوتها المضبوط ما في أي إشكال، بتمشي مضبوط وكثير كثير منيحة. فينا نغير اسمها، فينا نعمل كمان التشيك اب ابديت، كلها حلوه. الفون كولز، الميديا كنترولز، شيرد كونتاكتس، هدول اذا بدنا نعمل مكالمات منها. الان اير ديتكشن معناته اذا بنحطها بدينتنا بتمشي، ولما بنقيمهم من دينتنا بيعمل بوز للموسيقى. الكونكت تو ديفايسز فينا نستعملها مع مع تليفونين، وهيدي شغله كثير منيحه. البلوتوث 5.0 الالي حتكون اللي ماشي فيها للسيستم، فينا نرد على التليفونات نشوف الموديفيكيشن شيد، فينا كمان نعمل فحص لنشوف اذا هي مزبوط عاملين التيب المزبوط، الاير تيبس موجودين بقلبهم فيكم تعملوا عليه فحص لما بتحطوهم بدينتكم، كمان الاير تيبس كلهم معمولين حمر حتى يكونوا نفس اللون مزبوط.
absolute volume والسيستم بيشتغل هون مع الـ AAC على الموسيقى بدل وإذا ما بدكم تستعملوا مع AAC بتطفوه بيشتغل ساعتها مع الـ SPC. وأخيرا كمان في عندنا كمان نظام للألعاب اسمه low latency mode بندورها ساعتها بتمشي الألعاب مزبوط وما بيكون عندنا أي إشكال ما بيكون في latency بين التليفون والسماعات لما بنلعب ألعاب. كله هذا كتير كتير منيح وهين كتير نستعمله مع كل الشغلات يا أما السماعات الجنشن إمباكت للبودز برو يا أما كمان نستعمل مع الساعة. وآخر شيء كمان نسيت أخبركم إنه الكاميرا موجودة قدام عنا بتعطينا رغم إنه هي 20 ميجا بيكسل تقدر تعطينا 1080p 60 فريمز بير سكند. هلا عنا موديلات الفيديو عنا البرو مود عنا الفوتو عنا البورتريت كمان وعنا عند تحت الزيادة عدة شغلات فينا نعملها. الكاميرا حتكون 64 ميجا بيكسل عنا عدة نظامات نعمل الفلوج الدوكيمنت التايم لابس السلو موشن اللون إكسبوجر طول فيديو بنعمله من قدام ومن ورا الكلون وفينا كمان نستعمل الفول 164 ميجا بيكسل لما نعمل صورة النايت مود والشورت فيديو موجودة هونيك. الكاميرا موجود من ورا بتعطينا احسن شيء على الفيديو 4K 60 فريمز بير سكند مثل ما عم نشوف ما في عنا 8K رغم انه عنا الحاسوب بس بعتقد النظام مرتاحين هن في على 4K 60 لما بنستعمل الكاميرا قدام احسن شيء حيكون عنا 1080p 60 حيكون احسن شيء موجود على هالكاميرات. يلا خليني اعطيكم مصدر هلا من الكاميرا القدامية والورانية على البوكو F4 GT 4K 60 فريمز بير سكند حتكون احسن شيء ما عندنا 8K ما بعرف ليه بس الاهم شيء انه ال 4K 60 احسن امكانيه بعليه لهالتليفون لانه لما بنصور بال 4K وبنبعث الفيديو على 1080p الصوره بتكون احسن بكثير من لما ناخذها على 1080p ونبعثها على 1080p بصير فيها الكومبريشن تاع السوشيال ميديا. ال 4K بيضل احسن شيء واذا بدنا نبطئ الفيديو من 60 ل 30 موجوده هون كمان على اللمزه الاساسيه الموجوده ورا حتكون احسن شيء عليه لهالتليفون. هلا بعرف انه انتم بدكم تعرفوا شو هو قوته لهالحاسوب مثل ما قلت لكم السناب دراجون 8 جن 1 عندنا 1179 على السنجل سكور 3460 على المالتي سكور موجود فيه هون للتليفون. هلا انا عملت عمي كمان سرعه تيستينج سبيد تيست هون بلوس انجلوس على تي موبايل رغم انه ما اجاني 5G عليه للتليفون قدرت اعمل 70 ميجا بكسل تحت تنزيل و60 ميجا بكسل تطليع عليه. هذا حيكون النظام نقدر نستعمله. قبل ما ننسى لازم نعمل مزبوط الدراسه والفحص عليهم للصوت تبع السماعات الموجوده هون مثل ما قلت لكم اول شيء عندنا اربع سماعات اثنين لفوق واثنين لتحت بيعطونا ستيريو سبيكرز وكثير منيح وعندنا كمان دولبي اتمس موجودين عليه للتليفون. الشغله الثانيه كمان لازم نعرفها انه بدنا نسمع عليهم الموسيقى على 100% لنشوف قد ايه قوتهم خاصه تعملوا انتم مكالمات عليهم بالسبيكر فون. اما اذا بدكم تتفرجوا على فيديوهات ولا حدا تلعبوا العاب عليها التليفون بتقدروا تستمتعوا فيهم كتير كتير منيح. هلا الغنية تعيدنا العاده لالكس كريندو جامبو من ان سي اس ريليز على اليوتيوب لانه ما عليها كوبي رايت وخلينا نبلش هلا نتسمع على الموسيقى. ما شفته الصوت كتير كتير منيح ما حيكون عنا اي اشكال والحلاوه فيها كمان انه هذا الصوت معمول مع الدولبي معناته اذا بدكم تظبطوا الصوت تسمعوا عليه مزبوط حتتهنوا فيه كتير. واللي عجبني فيه كتير كمان اذا بدنا نتفرج على فيديوهات مثلا على نتفليكس ولا شغلات تانية حيمشي ما فيكون عنا اي اشكال. بس اذا قررتوا تستعملوا لتعملوا العاب وتستعملوا شغلات وايرلس مثل الجنشن امباكس والبودز برو اللي موجودين هون ما تنسوا تدوروا الجيمنج مود الموجوده بقلبهم حتى يعطيكم احسن خبره او يكون فيها لو ليتنسي بين السماعات والتليفون. السيستم تبع الالعاب اسمه جيم توربو عنا عده العاب منزلهم هون الكول اوف ديوتي النيو ببجي نيو ستيت عندي كمان الوايلد دريفت الجنشن امباكت والانديد هورد. لما بندورها بنقدر نشوف كل التطبيقات اللي منزلينه هون للالعاب. عاده السيستم بيعرف لوحده وينزل لهم دغري للالعاب بس اذا ما نزل لكم اياهم فيكم تعملوا البلس ساين الموجوده لفوق مثل ما عم تشوفوا هون بتنزلوا لتحت بتفتشوا على التطبيق اللي بدكم اياه بتعملوا عليه التشيك مارك على الازرق وبتقدروا تفوتوهم بصيروا موجودين هون فيكم تعملوا ريجلاج على عده شغلات. خلينا نفوت هلا بسرعه على لعبه الكول اوف ديوتي حتى افرجيكم كيف النظام تبع الالعاب تبع الجيم توربو موجود بقلبها. هلا مجرد ما ندورها للسيستم هون بنقدر نسحب من هون على اليمين فوق لليمين على الشمال فينا نشوف عده تطبيقات الموجوده هون بنفتحهم بالباب اب ويندو. غير هيك في عندنا النظام تبع الكلير ميموري دو نوت ديسترب السكرين شوت الفيديو ريكوردينج حفرجيكم كم وحده منهم هلا كمان الكاستنج اذا بدنا نوصلنا للشاشه على تلفزيون ثاني التيرن اوف سوري تيرن اوف سكرين اذا بدنا فيها البرايتنس اوبشن البرايتنس زياده هون مكتوبه عليها وكمان عندنا السيتنج الشولدر باتنز هذا بيساعدنا نقدر نظبطهم لنقدر نظبط النظامات تاعيتهم هالازرار. كل اللي بدنا نعملهم هون اول شيء لازم نقلبه للتليفون بالنظام المضبوط دغري بنقلبهم نسحبهم اثنين وبيطلعوا الزرار اثنيناتهم ساعتها فينا نكبسهم هون ونمشيهم مثل ما عم تشوفوا الانيميشن تاعيتهم اللي ما عم نستعملها. انا هون عاملها انه بالزر على اليمين بنعمل التقويس الصليب تبع التقويس وعلى الشمال بنقدر نعمل فاير هيدي بتكون كثير منيحه ساعتها بقدر اركز الاصابع هون حتى يضلني اتحرك اعمل اللي بدي اياه فيني حرك وزيح هون بعمل بوم 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 بقدر نلعب اللعبه.
وفيكم تعملوا ريجلاج على كل لعبه بدكم اياها لوحدها. هذه الشغله حلوه فيها وما ضروري تكون موجوده على كل الالعاب، وانه ما بتكون نفس الشيء على كل الالعاب، وكل لعبه لما بتكونوا فيها انطروا لتفوتوا على تعيد اللعبه، ساعتها من هنيك بتقدروا تشوفوا وتظبطوا السيستم تبعهم وبيكون كثير منيح. ما حيكون عندكم اي اشكال. يلا خليني افرجيكم هلا شوي كم لعبه عليهم لهالتليفون. Contact with enemy. Enemy contact. Contact with enemy. Target in sight. Target down. Cover me. Reloading. That's cheating. Answer from this world? هلا تحدثنا وشفنا كيف الأسم. مثل ما شفتوا الالعاب حيكونوا كثير كثير منيح، ما في اي اشكال. السماعات ماشيه صوتهم منيح، الشاشه تاعتنا هون كثير حلوه، معنا الكيو اتش دي بس برضه على ال 1080 بي بتساعدنا نقدر نستعمل التليفون مده طويله، فينا ندور ال 120، فينا ندور ال 60 هرتز، نقدر نعمل اللي بدنا اياه لنعطينا الخبره تاعتنا اللي بدنا اياها. اللي عجبني فيه انه مش بس فينا نشرج التليفون بسرعه بهالشارجر اللي بيجي بقلب العلبه، الشريط موجود على معلقه طاجه، معناته ما بيفوت بايدنا لما نكون ماسكينه للتليفون. هذه شغله مهمه ما بنقدر نشوفها كثير مع التليفونات والشركه الثانيه، هذه شغله لازم نستمتع فيها لما نشوفها. كاوتو للتليفون كثير منيحه، الحاسوب كثير منيح، الكاميرات الموجوده عندنا هون مثل ما عم فرجيكم صور هلا، الخبره تاعتهم معموله بطريقه انه هذا تليفون للالعاب، عشان هيك ما عم نشوف تركيز كثير قوي على الكاميرات اللي يكونوا كثير كثير منيح، معناته احسن كاميرا موجوده عليها تليفون ال 64 ميجا بكسل، هذه حتكون موجوده لورا. الالترا وايد 8 ميجا بكسل، والتليفون الماكرو الموجوده فيها حتكون 2 ميجا بكسل. هلا اذا عندكم بدكم تعملوا فيديو تعملوا صور وكل هذا بالماكرو حتكون كثير منيحه، بس 4K 60 لورا و 1080p 60 لقدام وما عندنا 8K، سو عشان هيك بدي اسال عشان تعرفوا شو بتقدر شو بيجي معه لهالتليفون. الخصوصي تبعه لهالتليفون الجيمنج، هذا اهم شيء لازم نعرفه، عشان هيك بقول لكم لما بتكون تستعملوهم استعملوا السماعات تاعيتهم الجنشن امباكت والبادز برو، كثير منيح صوتهم. الاس بي سي الاي اي سي اللي بتحشي احسن شيء كمان تمشي حلو، بنقدر نستعملها مع الدولبي اتمس لان ما تسمع على الموسيقى نشوف فيديوهات بدنا كمان نلعب العاب، دولو السيستم تبع الجيمنج بقلب السيتنج هتمشي كثير منيح. الساعه حلوه كثير، كل المعلومات اللي بتجي فيها النوتيفيكيشنز، وبتضاين مده طويله 14 نهار عليها رح يكون كثير منيحه، يعني اي ساعه فيكم تفتشوا عليها بتضاينكم 14 نهار قليل كثير، ولما بنشوفهم ثلاث ارباع الوقت بيكون الامكانيات تاعتهم ما كثير قويه، هاي فينا نشوف النبض تبعنا طول الوقت 24 ساعه 24 ساعه، وحتى كمان الستريس اذا نحن قلقانين بتقدر تشوف تقدر تعمل لنا الميجرمنت تاعتها. سو بكل هذا بقول لكم انه هالتليفون انا صراحه معجب فيه كثير، بس هالتليفون معمول خصوصي للالعاب. منو تليفون فلاج شيب بس انه يكون احسن كاميرات موجود بالسوق، الكاميرا منيحه ما في اي اشكال، احسن كاميرا موجوده ورا حتكون احسن شيء لكم، لانه بتعيشوا فيها هذه حتنبسطوا كثير، مثل ما فرجيتكم بالصور حيكون كثير منيح، بس يعني 8 ميجا بكسل للالترا وايد معناته ما فينا نعمل فيديوهات اكثر من 1080 بي عليها، وشغله ثانيه كمان انه 2 ميجا بكسل للماكرو، بيني وبينكم كنت بفضل يعطونا تلفوتو بدل ما يكون على الماكرو، بس هذا اللي اعطوني اياه. عشان هيك بنشوف عندنا خبره مختلفه، بس باخر النظام هذا التليفون معمول للالعاب، بيشتغل كثير منيح
مثل ما شفت الألعاب يمشوا كتير حلوين. السماعات اللي نزلون كمان عندهم نزلون عندهم نظام للألعاب. الساعة معمولة لتعملكم رياضة تظهروا لبرا وتشوفوا كل اللي بدكم إياه. شو ما حيكون عنا إشكال. شكرا جزيلا على شركة بوكو، أعطوني الخبرة إنه أعطيني أشترك معكم أشارككم أنا وأقول لكم شو صار فيه وكل الخبرة تعيدي بعد استعماله لمدة جمعتين. وشكرا لكم أنتم مع كل الناس اللي عملت تسجيل على القناة. بشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجديد.